هل كده في صوت؟ طيب يا جماعة الناس كده سامعاني؟ طيب الصوت كده واضح؟ في صوت كده يا جماعة ولا ايه الدنيا؟ ايوه يا محمد في صوت كده. طيب تمام، الناس يعني كده سامعاني تمام. طيب تمام خلاص هنكمل على كده. ماشي ماشي يا محمد، مع السلامة. هو كده وصلني لأن الصوت كده واضح، فبلاش بقى خالص المايك ولا السماعة يعني. أنا بعتذر لكم جدا، أنا مش عارف المشكلة فين. فإن شاء الله يعني نبدأ نكمل كده، هنعيد بقى من الأول عشان هنعتبر إن ده الفيديو إن شاء الله الرسمي يعني اللي هتسمعوه يعني إن شاء الله. فهنعيد من الأول بإذن الله. أنا يعني ناوي أتكلم، أنا دكتور أحمد سعيد مدرس مساعد علم الأجنة في كلية علوم جامعة الأزهر، وناوي إن شاء الله أتكلم في سلسلة عن علم الإمبريولوجي للمملز الأثريات، واخترت المملز لأن هي متخصص فيها أكتر جزء الهيومن الإنسان، وده هيخليني أقدر أوسع مجال الناس اللي تقدر تستفيد من السلسلة دي، سواء بقى كان طلبة أو خريجين مهتمين بالبحث العلمي أو خريجين مهتمين بمجال الحقن المجهري أو حتى الناس العاديين المتوجين اللي بره المجال خالص يعني. لأن طبعا الحاجة دي هتفيدهم مش شرط علميا بس هتفيدهم حتى ثقافيا يعني. فبكرر تاني ان شاء الله طالما الصوت واضح، فبستأذنكم موضوع الأسئلة عشان بس ما تتوهش مني في الكومنتس. هستأذنكم بعد ما ان شاء الله ما اخلص شرح هتقدروا تسردوها وابدأ اراجعها واحدة سؤال سؤال كده، هبدأ اجاوب عليه ان شاء الله يعني. مبدئيا المحاضرة الأولانية اللي هتكلم فيها هي حاجة اسمها السيل سايكل او دورة حياة الخلية في الجسم، لان قبل ما نعرف يعني ايه امبريولوجي او يعني ايه اجنه او يعني ايه بنكون جنين لازم نفهم الخلايا عامه نوعها ايه في الجسم ودوره حياتها بتتم ازاي. الخلايا عندي في الجسم نوعين، حاجه اسمها السوماتيك سيلز او خلايا جسديه اللي هي منتشره على في جميع اجزاء الجسم، وفي خلايا متخصصه شويه اسمها الجيناتيك سيلز او الجيرم سيلز اللي هي الخلايا الجنسيه اللي موجوده في سواء الميل في التستس او في الفيميل في الاوفري. في معلومه او الاول السيل سايكل او دوره حياه الخليه بتتم عن طريق انقسامين معروفين، انقسام اسمه الميتوتيك ديفيجن او انقسام ميتوزي، والميوزيز ديفيجن او الميوتيك ديفيجن اللي هو الانقسام الميوزي. الفرق ما بينهم كان في معلومه مغلوطه كده عند يعني عند الناس من الثانويه يعني، ان يقولوا الفرق ما بين الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي ان الانقسام الميتوزي بيتم فيه الخلايا الجسديه اللي هي السوماتيك سيلز، والميوزي فيه الخلايا الجيرم سيلز. وده طبعا يعني في نسبه خطا، لان المعلومه الصحيحه ان الانقسام الميتوزي بيتم في جميع خلايا الجسم بما فيهم الخلايا الام الموجوده او المذر سيلز الموجوده في الجيناتيك سيستم او الجهاز التناسلي. بيبقى في حاجه اسمها المذر وهنشرحها ده بالتفصيل ان شاء الله. المذر سيلز دي بيتم فيها انقسام ميتوزي، فدي تعتبر خلايا جنسيه. يبقى كده الانقسام الميتوزي عشان نقول المقارنه صحيحه بيتم في جميع خلايا الجسم سواء السوماتيك سيلز او الجيرم سيلز، لكن الميوزي هو المتخصص شويه بيتخصص في الجزء الايه الجيرم سيلز او الجيناتيك سيلز. طيب نشرح بقى خطوات الانقسام الميتوزي بتتم ازاي، عشان بناء عليها هي نفس الخطوات اللي بتتم في الانقسام الميوزي، ولكن الاختلاف بيكون في جزء معين من او في طور معين من اطوار الانقسام. الانقسام الميتوزي الاول بنطلق عليه سايكل، يعني انقسام ميتوزي بنطلق عليه ايه سايكل. ليه؟ لان هو دوره مستمره، بيخلص انقسام بتخش تخش انقسام، الخلية الناتجة من الانقسام القديم تخش في انقسام جديد وهكذا، وتستمر الموضوع لأنه ده مجدد للخلايا. لكن في الانقسام الميوزي يعتبر نوت سايكل، يعني مش دورة، ما بيتمش في دورة، يعني ما بيخلصش الانقسام الميوزي بيخش في انقسام ميوزي أول تاني، يعني هو الانقسام الميوزي احنا عارفين أول وتاني، ما بيخلصش الانقسام الميوزي الأول ويخش في انقسام ميوزي أول، لا بيخش في انقسام ميوزي تاني، وبعد كده برضه ما بيخشش في انقسام ميوزي تاني، لا ده بعد كده بيكمل في مرحلة كليفج أو تكون بقى جنين بعد الفيرتلايزيشن أو الإخصاب. فعشان كده احنا دي مقارنة مهمة، إن الانقسام الميتوزي بنطلق عليه سايكل
يعني دورة بيتم في دورة، لكن الانقسام الميوزي لا يتم، أو الخلايا عامة التناسلية ما بتتمش دورة حياتها في دورة متكاملة أو دورة مقفولة اللي هي بيتم فيها انقسام الميوزي. نرجع للانقسام الميتوزي تاني. الانقسام الميتوزي نفترض إن في انقسام ميتوزي تم، فبيخرج منه خليتين اسمهم الدوتر سيلز. الدوتر سيلز طبعا بيبقى حجمهم أصغر من الخلية المذر أو الأم اللي هي حصل فيها الانقسام. الدوتر سيلز دي بتبدأ تخش في انقسام جديد. قبل ما تخش في انقسام جديد بتبقى في مرحلة اسمها الريستنج فيز أو الجي زيرو. الريستنج فيز اللي هي الراحة، لأن هي طبعا لسه خارجة من انقسام، ما ينفعش على طول تخش في انقسام جديد، بيبقى فيه مرحلة راحة ليها. بيحصل إن السل بتسيب الدورة اللي كانت فيها أو الانقسام القديم وبتبدأ ترتاح شوية، وبعد كده تبدأ تخش في مرحلة بينية ما بين الانقسامين المنتهي والمبتدئ. يعني في انقسام انتهى بيخرج منه الدوتر سيل، الدوتر سيل بتفضل في مرحلة راحة جي زيرو أو اللي هي ريستنج فيز، وبعد كده تبدأ تخش في مرحلة بينية. المرحلة البينية اللي بنقول عليها الطور البيني أو الانترفيز. الانترفيز ده موضوع مش زي الثانوي، ما خدناه في الثانوي مرحلة بينية وخلاص على كده، لا ده موضوع يعني معقد شوية، لأن بيحصل فيه هو الأساس أو استعداد الخلية إنها تقدر تخش انقسام. لو ما تمش استعداد الخلية ده مش هتقدر تخش انقسام أو مش هيكمل الانقسام معايا. طيب استعداد الخلية بيتم على 3 مراحل أو 3 فيزز. أول مرحلة اللي هي الجي 1 أو بنسميها الجاب 1 بيحصل فيها جروث للخلية. هي طبعا خارجة الخلية الدوتر سيل دي خارجة صغيرة في الحجم، فبالتالي لو نفترض اللي هي صغيرة في الحجم كده دخلت في انقسام وهي في نفس الحجم ده، هتبدأ تصغر تاني في الحجم الخليتين وهكذا لحد ما هتتلاشى الخلية. يبقى قبل ما تخش انقسام لازم يحصل لها ايه؟ لازم يحصل لها جروث او نمو للخلية، تكبر في حجمها. يبقى ده بيحصل فين؟ في الجاب 1 او الجي 1. الطور التاني في الانترفيز او الطور البيني اللي هو الدي دي سينسز او الاس فيز. الاس فيز اختصار للسينسز يعني تخليق الدي ان ايه. بيحصل زي دوبليكيشن او ريبليكيشن اللي احنا عارفينه بتاع الدي ان ايه. احنا طبعا عارفين الكروموزومات، يعني نسيت ابدا معاكم ان الخلايا اللي بتبدا في الانقسام الميتوزي بتبقى فيها كام كروموزوم، او النواه بيبقى فيها كام كروموزوم، بيبقى فيها 46 كروموزوم، حاجه اسمها احادي الكروماتيد. يعني ايه احادي الكروماتيد؟ يعني مش كروموزوم كامل، يعني مش 2 كروماتيد متحدين بسنترومير، لا ده هو احادي الكروماتيد عباره عن كروماتيدات منفصله. يبقى 46 كروماتيدة او 46 كروموزوم احادي الكروماتيد. فبيحصل تضاعف للدي ان ايه في الاس فيز. يعني ايه تضاعف؟ يعني السيستر كروماتيدة دي بتبدا تتضاعف، اللي هي طبعا كل سيستر كروماتيدة عباره عن شريط دي ان ايه، فبيحصل شريط الدي ان ايه تضاعف لشريط اخر يكون لي كروماتيدة او سيستر كروماتيدة تانية، فتتحد مع بعض بالسنترومير وتكون لي الكروموزوم اللي احنا عارفينه بشكله المعروف اللي هو 2 كروماتيدة وسنترومير في المنتصف، وده بنسميه كروموزوم ثنائي الكروماتيد، كروموزوم ثنائي الكروماتيد. طيب بالنسبة للاس فيز بيحصل فيها ايه تاني؟ هو بيحصل فيها قلنا الدوبليكيشن. احنا زي ما احنا عارفين طبعا الخلية عبارة، يعني بغض النظر عن عضيات الخلية الموجودة، احنا يهمنا هنا في الانقسام النواة النيوكليوس، تمام، بيبقى بداخلها في النيوكليولس. يبقى في النواة النيوكليولس او النوية، وحواليها او حوالين النيوكليولس بيبقى فيه كروماتين المكون لايه، او اللي بيبقى محيط بيه الكروموزومات اللي هي احاديه الكروموزوم الكروماتيد. وعندي موجود ايه تاني عضيات مهمه اثناء الانقسام؟ عضيه اسمها الجسم المركزي او السنتروسوم. السنتروسوم ده مهم جدا في عمليه الانقسام وهنقول وظيفته. فكل خليه بيبقى فيها كده النيوكليوس وجواها النيوكليولس وجواها وحواليها الكروموزومات، وبعد كده من الخارج خارج النيوكليوس بيبقى فيه السنتروسوم او الجسم المركزي، جسم واحد. بيحصل في مرحلة الاس فيز بقى تضاعف للدي ان ايه زي ما قلنا، وبيحصل تضاعف برضو لحاجة اسمها السنتروسوم او الجسم المركزي. ليه؟ عشان يقدروا يقابلوا او يتقابلوا مع بعض في المرحلة اللي هنقولها بعد كده في مرحلة استواء الكروموزومات. طيب يبقى عندي هنا في مرحلة الاس فيز بيحصل حاجتين، تضاعف او تخليق لحاجتين، الدي ان ايه والسنتروسوم اللي هو الجسم المركزي. طب السنتروسوم ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجتين، حاجة اسمها السنتريول اللي هو المركز بتاعه، وبيطلع منه حاجه اسمها الميكروتيبيول او اللي هي الخيوط او منشأ الخيوط اللي هتكون لي بعد خيوط المخزن. كده تمت مرحله الدي ان اي سينثيسيس او الاس فيز. بنخش بعد كده في مرحله ثالثه للانترفيز اللي هي
بنسميها الجاب 2. الجاب 2 ما فيش حاجه بتحصل فيها غير انها بتكبر تاني في الحجم، يعني الخليه بتكبر في حجمها تاني لان حصل تضاعف. دلوقتي بقى عندي 2 سنتروسوم وعندي الكروموزوم بقى ثنائي الكروماتيد، فبالتالي النواه كبرت في حجمها، فبالتالي الخليه برضو كبرت في الحجم مره اخرى. يبقى كده استعدت الخليه، خلاص كده بقت مستعده انها تخش في مراحل الانقسام الميتوزي. اول مرحله بقى في الانقسام الميتوزي بنسميها البروفيز او الدور الابتدائي. البروفيز او الدور الابتدائي بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه حاجتين. اول حاجه بيحصل كوندنسد للكروماتين اللي هو المحيط بالكروموزومات دي، بيحصل كوندنسد، بيخلي الكروموزومات كوندنسد. يعني ايه كوندنسد؟ يعني مكثفه في منتصف النيوكليوس او النواه. وبيحصل اختفاء للنيوكليولس. النيوكليولس اللي احنا عارفينها ان هي النوويه تبدا تختفي لان هي خلاص مش محتاجينها، يعني الخلايا مش محتاجاها، تمام؟ فبتبدا تختفي والكروموسومات بتبدا تتكثف داخل، او الكروماتينات المكونه للكروموسومات بتبدا تتكثف داخل الكروموسومات، وبتخلي الكروموسومات تتكثف في منتصف ايه النيوكليوس او النواه. دي الحاجتين بس اللي بيحصلوا في البروفيز. طيب في بعد كده زي ما احنا متعودين بعد البروفيز او الطور الابتدائي في الطور الاستوائي او الميتافيز، بس لازم قبل ما يحصل طور استوائي لازم نمهد للطور الاستوائي. يعني ايه نمهد؟ احنا زي ما احنا عارفين الطور الاستوائي معروف ان هو عباره عن استواء الكروموزومات، تستوي الكروموزومات في خط مستقيم. طيب عشان تستوي الكروموزومات دي، هل بتستوي يعني بعد ما بتختفي النوويه وبعد ما بتتكثف الكروماتينات او الكروموزومات كده هتروح تستوي لوحدها، ولا لازم في عوامل بتساعدها في عمليه الاستواء؟ في عوامل. يبقى عشان كده عملوا مرحله بينيه ما بين البروفيز وما بين الميتافيز اللي هي الطور الاستوائي، مرحله اسمها البرو ميتافيز. البرو ميتافيز يعني طور استعداد للاستواء او الاستواء الايه الكروموزومات. طب بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها اكتر من حاجه. اول حاجه عارفين السنتروسوم، السنتروسوم ده بيبدا يهاجر ويبقوا الاثنين مقابلين بعض لقطبي الخليه، يعني بيبقى كل سنتروسوم مقابل للسنتروسوم الاخر في قطبي الخليه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بيبدا يختفي النيوكلر انفلوب او الغشاء النووي، الغشاء النووي حوالين الخليه بيبدا يختفي، خلاص احنا مش محتاجين النواه خالص، احنا كل اللي محتاجينه الكروموزومات. فبتختفي النيوكلر انفلوب ويبدا يتمركز عندي الكروموزومات متكثفه داخل النواه اللي كانت موجوده. الحاجه الثالثه والمهمه بقى اللي هي بتعمل فعلا استواء للكروموزومات، هي ان خيوط المغزل اللي طالعه، يعني خيوط المغزل اللي طالعه او الميكروتوبيول المكونه او اللي منشاه من السنتريول اللي هو بتاع الجسم المركزي او السنتروسوم، الميكروتوبيول دي بتبدا تكون لي خيوط المغزل. طبعا زي ما احنا عارفين السنتروسوم موجود على قطبي الخليه، سنتروسوم من فوق وسنتروسوم من تحت. السنتروسوم بيطلع من الميكروتوبيول خيوط المغزل. خيط المغزل ده وظيفته انه يروح يمسك في الكروموسوم. طب بيمسك في الكروموسوم منين؟ احنا زي ما احنا عارفين شكل الكروموسوم اللي هو ثنائي الكروماتيد عباره عن 2 كروماتيدة وبيبقى في منتصفهم السنتروميل، تمام؟ في كل كروماتيدة بجوار السنترومير دي في نقطة كده اسمها الكاينيتوكور، اسمها الكاينيتوكور. يبقى كده عندي الكروموسوم الواحد ثنائي الكروماتيد في 2 كاينيتوكور، لكل كروماتيدة في كاينيتوكور في المنتصف. كاينيتوكور ده وظيفته ايه؟ هو ده المكان اللي بيمسك فيه خيط المغزل. يبقى أول ما بيطلع خيط المغزل من أسفل أو من قطب من أقطاب الخلية بيمسك في كاينيتوكور لكروموسوم، ويجي يبدأ بعد كده خيط مغزل من اعلى او من القطب الاخر يمسك في نفس الكروموزوم، في نفس الكروموزوم ولكن اللي كانيته كور المقابل ليه. فبالتالي عندي كده خيط مغزل طالع من تحت وخيط مغزل طالع من فوق وماسكين الاثنين في كروموزوم واحد. كل ده بيحصل مع ال 46 كروموزوم، كل ده بيحصل مع ال 46 كروموزوم. فبالتالي لما بيبدا يحصل بقى المرحله اللي بعد كده، كده خلصنا مرحله البرو ميتافيز، هنخش في مرحله الميتافيز. بيحصل شد لخيوط المغزل عشان تقدر تشد لي الكروموزومات اللي هي المتكثفه على بعضها دي، تبدا الكروموزومات دي تستوي على خط مستقيم، فيظهر عندي الكروموزومات كلها مستويه على خط ايه؟ مستقيم، كل ال 46 كروموزوم. الناس يعني يا ريت تتخيل معايا المنظر وتحاول احاول ابسط على قد ما اقدر شكل الصوره، لان مش هقدر اعرض لكم الصور، وان شاء الله هنزل لكم الفيديو اللي انا شرحته بالصور السبت اللي فات ونزلته يعني كمدعم لللايف ده. فبالتالي زي ما قلنا هيحصل استواء لل 46 كروموزوم، 46 كروموزوم هيبقى كلهم على خط واحد في صف واحد، تمام؟ يبقى كده عندي كام خيط مخزل؟
سواء من تحت او من تحت او من قطب الخليه او من قطبي الخليه، كم خيط مخزل طلع؟ 46 خيط مخزل، لان كل خيط مخزل طلع مسك في كروموزوم. تمام؟ 46 خيط مخزن من اسفل و46 خيط مخزن من اعلى. طيب هنخش بقى في المرحله بعد كده اللي هي الانافيز. الانافيز دي اللي هي الطور الانفصالي. خلاص احنا استوت الكروموزومات هتبدا تنفصل. هتنفصل ازاي؟ بيبدا يحصل بريك للكروموزوم من منطقه السنترومير، فيكسر لي الكروموزومات، تبدا تشد خيوط المخزل كروموزومات احاديه الكروماتيد لقطب من اقطاب الخليه، وكروموزومات احاديه الكروماتيدات من لقطب الاخر من اقطاب الخليه. فبالتالي هتكون لي في الجنب ده او في جهه 46 كروموزوم احادي الكروماتيدات، والجهه الاخرى 46 كروموزوم احادي الكروماتيدات. فده اللي هو الانقسام الميتوزي، لازم يديني في الاخر زي ما احنا عارفين ومتعودين اللي هي الخليه الاثنين ان او ال 46 كروموزوم، لازم تديني في الاخر خليتين كل واحده ب 2 ان او 46 كروموزوم. اللعبه هنا عشان بس الناس تركز فيها، عشان دي هنقولها هو ده الفرق ما بينها وبين الانقسام الميتوزي، واللي هنقوله هنشرحه ازاي في الانقسام الميتوزي. طيب بعد ما يحصل الانقسام او الطور الانفصالي اللي هو الانافيز، خلاص بقى عندي 46 كروموزوم احادي كروماتيدا في الجهه دي وفي الجهه دي، وهنا عندي سنتروسوم وهنا عندي سنتروسوم. ايه اللي ناقص؟ ناقص بقى المرحله الاخيره اللي هي بنقول تيلوفيز اند سايتوكينيزيس. لازم الاثنين دول مع بعض، تيلوفيز اند سايتوكينيزيس. تيلوفيز اللي هي انقسام نهائي للنواه، اتكون عندي نواتين، والسيتوكينيزيس انقسام نهائي للسيتوبلازم بتاع الخليه عشان يكون لي خليتين. طيب التيلوفيز اللي هي انقسام النووي بيحصل ايه؟ بيبدا يظهر عندي حوالين الكروموسومات النيوكلير انفلوب او اللي هو الغشاء النووي، يبدا يتكون حوالين الكروموسومات عشان يجمعهم مع بعض، وبعد كده تتكون بالداخل النيوكليولس او النويه. النويه بتبدا تتكون بالداخل. ده بيحصل في الجهتين بس، ما بينفصلش عندي السيتوبلازم انفصال كامل، لازم تحصل مرحله اللي هي السيتوكينيزيس انفصال السيتوبلازم بشكل كامل. بعد ما ينفصل السيتوبلازم يكون لي التو دوتر سيلز، طبعا بيبقوا حجمهم اصغر من الحجم المذر سيل او الام، اللي هم بعد كده بيخشوا في الريستنج فيز، وبعد كده يخشوا في مرحله الاقسام او الانترفيز الجديد وهكذا. دي عشان كده بنقول عليها دي دورة حياة الخلية. فالخلية بتطلع من انقسام بتخش في انقسام بالخطوات اللي انا قلتها. ده كان الانقسام الميتوزي او مراحل تكوين او مراحل خطوات الانقسام الميتوزي. طيب نخش بعد كده على الانقسام الثاني اللي هو الانقسام الميتوزي. عندي، وطبعا انا الكلام اللي هقوله ده هشرحه باستفاضة لما نبدأ نخش بقى في مراحل الجاميتوجينيسيس او مراحل تكوين الجاميتات. احنا عارفين طبعا ان انقسام ميتوزي ما بيحصلش الا في الخلايا الجنسية، الجيرم سيلز. الجيرم سيلز دي بتكون اما ميل ذكر او فيميل. الذكر بيبقى في المصنع بتاع الذكر اللي هو في التستس، لكن في الفيميل او في الانثى المصنع بتاعها بيكون الاوفري. سواء في الذكر او في الانثى بيبقى عندي في خلايا مبطنه للابيثيليوم او للجدار بتاع سواء الاوفري او التيوبيولس او اللي هي السيمينيفيروس تيوبيولس اللي هي الانيبيبه المنويه. بيبقى في خلايا كده مبطنه. الخلايا دي بنسميها الخلايا الام اللي هي اللي بنقول عليها سواء في الذكر سبرماتوجونيال ستيم سيلز او الاوجونيال ستيم سيلز. تمام؟ اللي هي بتبقى عباره عن امهات المني في الذكر وامهات البيض في الانثى. دول هم خلايا جنسيه ولكن بيخشوا في انقسام ميتوزي او بيحصل معاهم انقسام ميتوزي. تمام؟ ليه بيحصل فيهم انقسام ميتوزي؟ عشان يقدروا يدوني اكتر عدد، لان انقسام الميتوزي هدفه ايه؟ هدفه انه يكتر لي في العدد، عدد الخلايا، لكن مش هدفه انه يقسم لي عدد الكروموسومات عشان نبقى عارفين. يبقى الانقسام الميتوزي هدفه بس ان هو بيكتر لي في عدد الخلايا، عشان كده هو بيحصل في الخلايا الجسميه الجسديه انه يكتر لي في الخلايا، لان الخلايا محتاجه دايما في زياده، الخلايا بتموت كتير، عندي في حاجه اسمها ابوبتوزيس، موت للخلايا بيحصل في الجسم، فبالتالي لازم يكون معوض ليها اللي هو الانقسام باستمرار يكتر لي من عدد الخلايا. فالهدف الاساسي للانقسام الميتوزي هو زياده عدد الخلايا. طب هنا بيحصل انقسام ميتوزي في خلايا الام ليه؟ اللي موجوده او مبطنه سواء في الذكر او في الانثى، عشان يكتر لي من عدد البرايمري سيلز اللي هي الاوليه اللي هتنشا من الامهات المني او امهات البيض. ليه؟ لان هي دي اللي هتخش من انقسام ميتوزي
وتبدأ بقى مرحلة اللي هي انقسام في عدد الكروموسومات اللي هنشرحها بعد كده. يبقى الهدف من انقسام الميتوز اللي بيتم في الستيم سيلز اللي هي المكونة او المبطنة للتستس للذكر او الاوفر للانثى، الهدف الاساسي هو زيادة عدد الخلايا اللي هتنشأ بعد كده اللي هي البرايمري، سواء سبرماتوسايد او الاوسايد. طيب هنبدأ تخش بعد ما دخلت، يعني هنفترض بقى هنمسك مثلا كمثال للذكر، يعني عشان ما نخشش في تفاصيل، لان التفاصيل هنشرحها بعد كده بالتفصيل بعد كده يعني. فاحنا دلوقتي هنمسك في الذكر مثلا تستس، هو المصنع بيكون لي سبيرم، هو الهدف من الانقسام الميوزي ان هو يكون لي سبيرم، تمام، في الذكر. فازاي هيكون لي سبيرم؟ اول حاجه احنا قلنا امهات المني او اللي هي سبرماتوجونيال ستيم سيلز دي بيحصل فيها انقسام ميتوزي عشان يكتر لي من عدد الخلايا اللي هتنشا بعد كده برضه ب2 ان، اللي هي اسمها البرايمري سبرماتوسايت. البرايمري سبرماتوسايت دي بتبقى 2 ان او 46 كروموسوم، بتبدا تخش في انقسام ميوزي اول، تمام، ما تخشش بقى في انقسام ميتوزي تاني، خلاص احنا عايزين نقسم عدد الكروموسومات، فبتخش في انقسام ميوزي اول. انقسام ميوزي الاول زي ما احنا متعودين بنفس مراحل اللي هي الانقسام الميتوزي، بيحصل بيخش في انترفيز 1 اللي هو التور التمهيد الاولاني، وبعد كده بيحصل البروفيز 1 اللي هو التور الابتدائي الاولاني، نفس اللي انا شرحته في الميتوزي هو بيتم في البروفيز، وبرده البرو ميتافيز. بس في بقى قصه اللعبه اللي انا قلت عليها في الانقسام الميتوزي بتحصل هنا في الانقسام الميوزي اللي هي البرو ميتافيز، استعداد استواء الخلايا الكروموسومات. احنا زي ما احنا عارفين في الانقسام الميتوزي حصل استواء للكروموسومات على صف واحد، هنا في الانقسام الميتوزي بيتم اصطفاء او اصطفاف الكروموسومات على صفين، صف واحد يعني صفين متقابلين. طب بتتم العمليه دي ازاي؟ فاكرين الكاينيتو كور اللي انا قلت عليه موجود في الكروموسومات؟ الكاينيتو كور ده كان موجود اتنين على كل كروموسوم، فلما بيطلع خيط مخزن من السنتروسوم يبدا يمسك في الكاينيتو كور للكروموسوم، تمام، من اسفل. الخيط المخزن المقابل ليه من اعلى او من الجهه الاخرى لما يجي يمسك ما بيمسكش في نفس الكروموسوم، بيمسك في كينيتو كور كروموسوم تاني، فبالتالي هيطلع عندي بقى مش 46 خيط مخزن و46 خيط مخزن، لا هيطلع 23 خيط مخزن و23 خيط مخزن. لما يحصل مرحله بقى الميتافيز، الميتافيز اللي احنا عارفينها اللي هي استواء الكروموسومات، هيبدا تشد الخيوط المخزل، فهتبدا تصطف الكروموسومات، 23 كروموسوم في صف و23 كروموسوم في الصف المقابل، عشان لما يحصل الانافيز يبدا ينفصل، ما بيحصلش بريكس للكروموسومات، يعني ما بتنقسمش الكروموسومات نفسها، لا بينقسم عدد الكروموسومات. فبالتالي الجهه بتبدا تسحب، الجهه اللي هي الاعلى بتبدا تسحب 23 كروموسوم ثنائي الكروماتيدات، والجهه الثانيه بتبدا تسحب 23 كروموسوم ثنائي الكروماتيدات. فبالتالي هنبدا، فبالتالي بيحصل ايه؟ بيحصل في التيلوفيز بيبدا يتكون بقى اللي هو النيوكلير انفلوب حوالين 23 كروموسوم، ومن الجهه الثانيه 23 كروموسوم، وفي الاخر بتديني خليتين، الخليتين دول كل واحده 23 كروموسوم ثنائي الكروماتيدات. في خطوه بقى كده في الانقسام الميوزي برضو بتتم، لان دي لازم تتم في الخلايا الجنسيه. خطوه ايه؟ احنا عندنا كروموسومات في مرحلة الميتافيز 1، مرحلة الميتافيز 1 او مرحلة البرو فيز 1، احنا قلنا نفس الميتوزي بيحصل فيها اختفاء للنيوكليار انفلوب او الغشاء النووي، وبيحصل بيحصل اختفاء للنيوكليولس اللي هي النووية، وبيحصل تكثف للايه؟ الكروماتينات. في حاجة تانية بتحصل تالتة في البرو فيز 1، هي حاجة اسمها كروس اوفر. يعني ايه كروس اوفر؟ يعني تبادل معلومات وراثية، تبادل معلومات وراثية اللي هي جاية للشخص ده، الذكر ده جايه من الاب والام عنده، ففي معلومات وراثيه منتشره او يعني متوزعه على الكروموسومات بتاعته، فلازم يحصل ما بين الكروموسومات وهي مصطفه او هي موجوده جنب بعضها، كل كروموسومين شبه بعض بيحصل ما بينهم كروس اوفر، يعني قطعه من كروموسوم بتتنقل لقطعه الكروموسوم المقابل ليه وبالعكس، فبالتالي يحصل تبادل لقطع من الايه؟ من تبادل المعلومات الوراثيه. طب ليه بتتم العمليه دي؟ عشان ما الابناء اللي بتتولد ما تطلعش كلها شبه بعضها، لازم يحصل فاريبل كده في الايه، في الشكل وفي اللون وفي يعني يحصل اختلاف، يبقى واخد من الاب واخد من الام، تمام. فالعمليه دي بتحصل فين؟ بتحصل في البرو فيز بتاع الاقسام الميوز الاول، عمليه اسمها كروس اوفر او تبادل المعلومات الوراثيه.
طيب كده خلصنا الانقسام المميز الاول لخليه اسمها البرايمر سبرماتوسايت، فكونت لي خليه اسمها السكندري سبرماتوسايت. السكندري سبرماتوسايت اللي نتجت دي عباره عن 23 كروموزوم. السكندري سبرماتوسايت دي بتخش في انقسام الميوز الثاني بقى. الميوز الثاني زي ما احنا كنا فاكرين في هنا، وبرده كنا نقول دايما انقسام الميوز الثاني يطلق عليه ميتوزي. لكن ليه ما اقدرش اقول ان بعد ما طلعت من ميوزي دخلت في ميتوزي؟ ليه نقول ميوزي ثاني؟ اولا انها خارجه من ميوزي فلازم تبقى تطلق عليها ميوزي. الحاجه الثانيه انها بادئه ب 23 كروموزوم مش 46 كروموزوم، لان احنا عارفين طبعا عشان ما يبصش العلم ما يبص لازم يبقى الانقسام الميتوزي معروف انه بيبدا ب 46 كروموزوم، لكن الانقسام الميوزي بيبدا ب 23 كروموزوم. فالانقسام الميوزي الثاني بيبدا ب 23 كروموزوم الموجود في البرايمري سبرماتوسايت، السكندري سبرماتوسايت. السكندري سبرماتوسايت لما بيحصل فيها انقسام ميوزي ثاني نفس الخطوات بتخش في برو فيز 2، وبعد كده الميتا فيز 2. طبعا الميتا فيز بقى بيحصل زي الميتوزي، يبقى بيحصل ان خيط المغزل بيمسك في الكينيتوكور وخيط المغزل المقابل ليه بيمسك في نفس الكروموزوم، الكينيتوكور لنفس الكروموزوم، عشان يترص ال 23 كروموزوم في صف واحد. يترص ال 23 كروموزوم في صف واحد. طيب لما يترصوا في صف واحد هيبدأ بقى يحصل ايه؟ يحصل انقسام للكروموزومات، فتديني 23 كروموزوم احادي الكروماتيدات، تمام، في جهة، وفي الجهة التانية 23 كروموزوم احادي الكروماتيدات. الخلايا اللي بتنتج بعد كده بنسميها سبرماتيد، ده احنا كل ده بنتكلم في الذكر، بنسميها سبرماتيد. دي اللي هي اسمها الطلائع المنوية اللي هتبدأ بعد كده يحصل لها مورفوجينيسيس او سبيرمي، بنطلق عليها سبرميوجينيسيس، اللي هي تحور بقى شكلها عشان تكون لي السبرم اللي هو بيتكون من 23 كروموزوم احادي الكروماتيدات. كده يعني اتمنى ان انا اكون وصلت المعلومه بصوره كويسه يعني. وبالنسبه للانقسام الميوزي او جزء اللي هو السبرماتوجينيسيس اللي هو جزء تكوين الحيوانات المنويه وتكوين البويضات، ده ان شاء الله نشرحه في بثين مباشرين يعني بعد كده ان شاء الله، يعني عشان نتكلم فيهم باستفاضه والناس تستفيد منهم. بس انا كان هدفي ان احنا لازم نعرف دوره حياه الخليه سواء الجنسيه او الجسديه، ازاي بيتم عمليه الانقسام وازاي المراحل بتاعته بتتم، والمعلومات المغلوطه عند البعض نقدر ايه نصحح. فهنبدا دلوقتي نشوف الاسئله، فلو حد عنده سؤال يعني انا موجود ومعاكم لغايه ما نرد على جميع الاسئله. هو كان في اسئله بس مع ان انا قلت عشان ما اقعدش ارجع بس للاسئله، في اسئله كانت اتقالت في الاول. انا يعني الاسئله اتقالت في الاول فانا مش عارف، يا ريت الناس اللي كتبت اسئله في الاول تكررها او تاني عشان مش هعرف ان انا ارجع للكومنتس تاني. انا بشكر الناس اللي يعني بتمدح في الشرح، انا اتمنى يعني ان الشرح فعلا يكون واصل بصورة كويسة والناس تكون فعلا استفادت. هو كان في سؤال بيتكلم عن ايه الفرق بين الكروماتين والكروموزوم. احنا زي ما احنا عارفين الكروموزوم بيكون من 2 كروماتيدة، تمام. الكروماتيدة هي المكون الكروموزوم، والكروماتين هو المكون الدي ان ايه، لان الكروماتين هو عباره عن كومبلكس من الدي ان ايه، تمام. والبروتين، الدي ان ايه احنا عارفين بيكون الدي ان ايه من قواعد بروتينيه، تمام. القواعد البروتينيه دي شريط الدي ان ايه ده كله بنسميه كروماتين. يبقى الكروماتين هو عباره عن شريط الدي ان ايه الملفوف اللي هو الحلزوني ده بالقواعد البروتينيه بتاعته المكونه للكروماتيد.
فهو ده بيطلع عليه كروماتين، لكن الكروموزوم ده هو الاكبر او الاعم، لان الكروموزوم سواء احادي الكروماتين ده بيبقى بيتكون من شريط دي ان ايه او كروماتين واحد، تمام، لكن الكروموزوم الثنائي الكروماتين ده بيتكون من اتنين كروماتين او اتنين شريط دي ان ايه. هو بس في الدكتورة راوية كانت بتسأل عن الموعد البث، هو بقى موعد البث المفروض كان الساعة 9:30، بس هو اتأخر للساعة 10:15 تقريبا لأخطاء يعني فنية. فالأخطاء الفنية هو كان المشكلة برضو من باب الصدق، يعني هو كان معنا في اللايف، انا ما عرف يعني في مشكله عندي على الاكونت على الفيس منعني ان انا اعمل لايف مش عارف ليه لغايه يوم 21/5، فبالتالي عشان نتجاوز على المشكله دي فانا الاكونت اللي انا عامل منه اللايف ده مش الاكونت الرسمي بتاعي، ده اكونت انا عملته لسه النهارده او لسه من شويه يعني سريعا عشان اقدر اعمل اللايف واقدر اتواصل معاكم، لكن الاكونت الرسمي انا ان شاء الله يا ريت لو محمد عصام معانا يا ريت ينزل ياخد الاكونت بتاعي الرسمي، يعني ينزله في كومنت على الـ يعني على اللايف او على اللايف ده، عشان الناس لو حابه برضو لو ما قدرتش تستفيد النهارده وعايزه تسال اقدر اتابع مع الناس بعد كده يعني ان شاء الله. فانا رديت على السؤال بتاع الكروماتين والكروموزوم او كروماتيدا، احنا قلنا زي ما تاني عشان نكرر الاجابه ان الكروماتين هو عباره عن كومبلكس اوف دي ان ايه وبروتين اند بروتين. دي ان ايه عباره عن دي ان ايه اللي هو شريط الدي ان ايه الار ان ايه، تمام، الام ار ان ايه، وعليه قواعد بروتينيه او نيتر اللي هي القواعد البروتينيه اللي احنا عارفينها، دول بنسميه الكومبلكس ده بتاع الدي ان ايه كله بنسميه كروماتين. الكروماتين ده هو المكون للكروماتيد، الكروماتيدة مكونة للكروموزوم، فبالتالي بالترتيب الكروموزوم بيتكون من كروماتيد، والكروماتيد بتتكون من كروماتين اللي هو عبارة عن الدي ان اي او كومبلكس اوف دي ان اي اند بروتين. هو البث لا مش يوميا، بالنسبة للبث المحاضرة بتاعتي هتكون يوم كل يوم ثلاث الساعة 9:30 المفروض مساء. احنا ان شاء الله خلاص حلينا المشكلة، فهيكون البث ان شاء الله الساعة 9:30، واتمنى تلحقنا يعني في الميعاد ده بإذن الله. أيوه هو كروموزوم، لا هو الكروموزوم أنا بتكلم الكروماتين هو عبارة عن الدي إن إيه الملفوف، الدي إن إيه الملفوف ده هو ده عبارة عن بنسميه كروماتين، لأن الدي إن إيه الملفوف ده هو عبارة عن قواعد بروتينية وشريط دي ان ايه وملفوف ومكون الكروماتيدا، فده كده كله بنسميه كروماتين، يعني الكروماتيدا اللي هي عباره عن دي ان ايه بنسميها كروماتين، لكن الكروموزوم هو المكون للكروماتيدا نفسها، يعني الكروماتيدا دي لوحدها ما نقولش عليها كروماتيدا، طالما في الخليه بنقول عليها كروموزوم، بس نوعين في يا اما بنقول عليها كروماتيدا واحده او نقول عليها كروموزوم احادي الكروماتيدا. بس ليه بنطلق عليها كروموزوم احادي الكروماتيدا؟ عشان في عندي كروموزوم ثنائي كروماتيدا، يعني في اتنين كروماتيدا متصلين ب في اتنين كروماتيدا متصلين بالسنترومير، فالكروماتيدا الواحده اسمها كروماتين، فالاتنين دول بيكونوا كروموزوم. في هنا سؤال، الخلايا العصبيه لا تنقسم لعدم وجود السنتروسوم؟ بالفعل الخلايا العصبية من الخلايا التي لا تنقسم، على الرغم من أن فيها نيوكليوس أو نواة، ولكن ما فيش زي ما احنا قلنا جسم المركزي أو السنتروسوم. السنتروسوم ده مهم جدا في عملية الانقسام، فبالتالي عشان هو مش موجود في مرحلة الانترفيز ما حصلوش تضاعف، فبالتالي ما تكونتش مش هتتكون خيوط المغزل، فبيقف الانقسام وما بتكملش الانقسام. عشان كده دايما لا قدر الله اللي عنده مشكله في الجهاز العصبي في خدش او في حاجه في مشكله في الاعصاب ما بتتعوضش، وبيفضل يعيش حياته لا قدر الله انا وعزكم الله الشلل يعني. في سان رايز بيقول اتلخبطت، فيا ريت اكتب سؤالك طيب عشان اقدر اوضحه لك او اوضحه لك يعني. تمام، تاني الفرق بين الكروموزوم وكروماتين وكروماتيد.
انا عندي الكروموسوم، احنا هنتكلم عن الكروموسوم الثنائي الكروماتيد اللي هو بيحصل له تضاعف بعد ما بيحصل تضاعف للدي ان ايه عشان ما انتوش. الدي ان ايه او الكروموسوم اللي هو ثنائي الكروماتيد ده بيتكون من اثنين كروماتيد، يبقى كده عرفنا فرق بين الكروموسوم والكروماتيد. كروموسوم بيتكون من اثنين كروماتيد او سيستر كروماتيد، تمام؟ الاثنين دول متصلين ببعض بالسنترومير، يبقى كله اسمه كروموسوم. طيب لو عندي كروموسوم مكون من كروماتيدة واحدة بنسميه كروموسوم أحادي الكروماتيد، يعني هي كروماتيدة بس ما ينفعش أقول عليها كروماتيدة، لازم أقول عليها كروموسوم، لأن أنا لما باجي أقول الخلية اللي فيها 46 كروموسوم ما بقولش فيها 46 كروماتيدة، بقول فيها 46 كروموسوم، ولكن الكروموسوم ده أحادي الكروماتيد. لما يحصل تضاعف للدي إن إيه فبنسميه كروموسوم ثنائي الكروماتيد. يبقى ده الفرق بين الكروموسوم والكروماتيد. كروماتين ده عبارة عن شريط الدي إن إيه كومبلكس، تمام، بالقواعد البروتينية الموجودة داخله، تمام، الملفوف حلزوني المكون للكروماتيدة، هو ده الكروماتين. فأتمنى كده تكون الإجابة وضحت يعني. لما يعني برضو نوضح أكتر، الكروماتين لما بيتفرد بقى، الكروماتين لما بيتفرد بنسميه الهيستون. الهيستون ده هو المكون للكروماتين، يعني الكروماتين ده لما بيتفرد بقى، نفرد شريط الدي ان ايه لما بيتفرد كله بنسميه ده الهيستون. لما بيحصل اثناء عمليه تضاعف الدي ان ايه بيحصل هيليكيز وبيبدا يفصل او يفك الدي ان ايه، فبالحاله دي بنسميه هيستوني. اشكركم جميعا على يعني حسن الاستماع، واتمنى يعني عشان بس انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، الساعه داخله في 11، معلش اعذرونا مره تانية على التاخير. ولو في اي حاجه يعني يا ريت محمد، واولا ان شاء الله بعد ما اخلص اللايف هنزل لكم كومنت، اتنين كومنت، كومنت بالاكونت بتاعي الرسمي وكومنت اخر بال الفيديو. انا المفروض بنزل السلسله دي كل يوم سبت في فيديو يعني، بس شرح عباره مش لايف، بيبقى شرح على الديسكتوب على الصور يعني، فبرضه ده مدعم للفيديو عشان يبقى عندكم كده خدتوا الفيديو النظري وشفتوا برضه الصور او الشرح على الفيديو العملي. واشكركم جميعا، وطبعا انا قبل ما اقفل احب اشكر يعني اخواتنا ودكاترتنا في ليبيا اللي مشرفينا، واتمنى بالفعل ان انا اكون افدتهم وحاولت اوصل المعلومه على قد المستطاع، وان شاء الله اكون يعني دايما معاكم في توصيل العلم. وشكر خاص لدكتور نور الدين، هو السبب ان اقدر اتواصل او اقدر اوصل العلم لحضراتكم اللي انا اعرفه. وطبعا بالنسبه لي انا كل يعني وما اوتيت من علم قليل. في اختنا الدكتوره راويه كانت بتسال عن عنوان المحاضرات، هي زي ما قلت هي سلسله بنسميها البيزكس اوف امبريولوجي اوف ماملز، يعني اساسيات علم الاجنه للثدييات. انا خصصت الثدييات عشان اهم كائن في الثدييات هو الانسان، لكن اسم المحاضره دي السيل سايكل اللي هي دوره حياه الخليه، وهنبدا بقى كل محاضره هيبقى ليها اسم منفصل، لكن السلسله كلها اسمها البيزكس اوف امبريولوجي اوف ماملز. في استاذ محمود بيسال عن عايز نكلمه عن قسم علم حيوان، وده موضوع طويل يعني. علم حيوان يعني عالم كبير، لكن انا يعني اقتصيت منه جزء الاجنه، لكن هو طبعا في ما شاء الله يعني في فروع كتيره جدا يعني ممتعه اكتر من انها مفيده علميا. وطبعا الحاجه زي ما انا دايما بقول للطلبه، لو انت يعني اتمتعت بيها في دراستها هتتفوق فيها، لكن لو حاجه مش متمتع بيها وداخلها الهدف او غايه معينه والغايه دي ممكن ما تجيلكش، فانت ساعتها مش هتقدر تتوفق وبرضه مش هتقدر تجيب التقدير المطلوب يعني. قبل ما اقفل، في حد محتاج اي استفسار؟ عشان بس انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، الساعه داخله في 11، ان شاء الله من البث الجاي هاخد راحتي معاكم عشان بس احنا متاخرين النهارده. وشكرا طبعا لمحمد عصام اللي هو صاحب المبادره بفريقه فريق فيروس، و
وأتمنى إن شاء الله إن أنا أكون عند حسن ظنكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله.